في البيت، انا واسرتي ولاد عمي في قلب البيت، الا ما شفنا الا هالصاروخ نسف بيتنا وبيت جارنا اللي هو دار ابو سيده، وبين دار حامد ودار اللي هو دار شاهين، وباقي الشظايا طلع على دار عزيز وعلى جيراننا اللي من هان ومن هان ومن هان، اتأيدت دور. فاهم علي؟ انا ما سمعتش اللي صارت في الدار لانه نايم في البيت وما سمعتش. هذا عند دان الصبح، صلي الصبح وقاري القران ومستنى بدنا ايش نقوم نصلي صلاه الصبح. فاهم علي؟ الاولاد جايين جنبي كان نايم، يابا يابا امي استشهدت. بقولوا كيف؟ قمت لقيت الناس كل الجيران على باب الدار، قلب الدار بحملوا فيهم. صرت اعمل في بنتي، بنتي كمان استشهدت. متجوزه وكانت نايمه عندنا. استشهد ابنها معها عمره 20 يوم، ومرتي استشهدت الله يرحمها. والدار كليته مهدوم فوقينا فيش الا الغرفه اللي احنا فيها. الطابق الاول والطابق الثاني. صرت اعمل في مرتي وديناها على المستشفى، على وين؟ على الاندونيسي. حملت بنتي وديتها. ابني جاب مين؟ امه. في الامبلانس وجهه كمان مره. حملناه وديناه على المستشفى على بعد ما شفناهم في كمان العدوان وفي الاندونيسي، ودينا وين؟ على المقبره. دفناهم وروحنا وين؟ ما نقدرش ننام في قلب البيت. رحنا على كمال عدوان ننحمى فيهم. نمنا هناك ضلينا نايمين هناك. قالوا اليوم اليهود يقصفوها كمال عدوان. فيا ريت تطلعوا منها لا دكاتره ولا امبلانس. حملنا حالنا احنا والموجودين فيها ورحنا على وين؟ على اليمن السعيد. اليمن السعيد مليان. قالوا يا عمي فيش الكوسة. طب وين نروح؟ قالوا على المؤن. جينا على المؤن برضه مليان. قالوا فيش وسع يا عمي. طب وين نروح يا عمي؟ قالوا في مدارس فوق. رحنا على المدرسه الاولانيه فيش وسع. وعلى الثاني فيش وسع. وعلى الثالث فيش وسع. جينا هان على المدرسه الرابعه اخر مدرسه. وقلنا للجماعه المسؤولين هان يا اخواننا هيك وضعنا. وش رايكم؟ نعمل لنا خيمه. قالوا سووا لكم خيمه يا عمي. وجبنا الخشبات وجبنا الشادر وحطيناه هان. وهينا قاعدين هان. لا اخذنا معنا حاجه من البيت الا جلبياتنا.